من عمان وزير العمل نايف استتية، أهلا وسهلا بك. إذن جلالة الملك يؤكد أن محاربة البطالة وتوفير فرص العمل هما أولوية لهذا العام، وبالتالي ما هي أبرز ملامح الخطط التشغيلية التي قدمتها وزارة العمل من سواء من خلال الفئة المستهدفة، الإطار الزمني وما إلى ذلك؟ مساء الخير. نعم، أهلا وسهلا. مساء الخير. أول شيء شكرا لكم على المشاركة. اليوم كان لقائنا مع جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد، لقاء كان عبر فيه جلالة الملك بوضوح عن أهمية موضوع البطالة وأهمية إيجاد فرص عمل للشباب الأردني في كافة المحافظات في كافة القطاعات دون أي استثناء. جلالة الملك كان واضح بأنه يريد عمل فوري على أرض الواقع، يريد إنجازات فورية وسريعة لحل مشكلة البطالة، يريد أفكار جديدة، إدخال عدد أكبر من الشباب في منظومة التدريب المهني، إعادة هيكلة التدريب المهني والمؤسسات التابعة والمنظمة لسوق العمل المهني والتقني مثل هيئة المهارات التقنية والفنية. كان واضح جلالة الملك بأنه يريد خطة زمنية ومتابعة شهرية لهذه الأرقام وما هو مطلوب من حيث إدماج الشباب في سوق العمل. كان واضح في أهمية شراكة وزارة العمل مع القطاع الخاص وإدماج القطاع الخاص بسياسات العمل وسياسات خلق فرص العمل للشباب الأردني وفي كافة المحافظات كما أسلفت سابقا. اليوم وزارة العمل قاعدة بتشتغل في أكثر من محور من خلال المؤسسات التابعة لها ومن خلال مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات وصندوق التنمية والتشغيل. الهدف منها أول شيء إعادة هيكلة هذه المؤسسات، وضع خطة زمنية وخطة على أرض الواقع تترجم مطالب وجلالة الملك إلى أرض الواقع من حيث أرقام وخطط واضحة. العمل على التحدث مع الشباب وعرض فرص العمل الموجودة بناء على ما هو مطلوب في سوق العمل، وليس أنه التدريب مجرد للتدريب، يعني هو لا يريد تدريب مجرد لتدريب، هو يريد معرفة ما هو مطلوب في سوق العمل. وكانت تعليمات أيضا دولة الرئيس بخصوص هذا الموضوع أنه يجب علينا أيضا الوصول إلى الشباب في كافة المحافظات وعرض عليهم ما هو متاح في هذه المحافظات وكيفية أيضا تطوير خطط تدريبية في المحافظات للشباب. فكان لقاء جلالة الملك اليوم واضح صريح بيعبر عن إنجازات فورية، لا يريد وعود، لا يريد أرقام. صحيح، يعني وهي ليست المرة الأولى التي يعني يطالب فيها جلالة الملك بمحاربة البطالة وتوفير الفرص، يعني دائما يعني هي رسالة واضحة منذ يعني سنوات. وبالتالي برأيك معالي الوزير، يعني لماذا حتى هذه اللحظة على الرغم من العديد من الاستراتيجيات الحكومية خلال عقود يعني وما زلنا نعاني من مستوى مرتفع من البطالة؟ هل المشكلة بالأفكار أم المشكلة بتنفيذها اليوم؟ والله هناك مشكل، يعني هو أكثر من مشكلة. المشكلة اللي زادت فيها البطالة بشكل كبير كانت خلال كورونا، ولكن لم تكن هذه هي المشكلة الوحيدة لأنه البطالة كانت موجودة قبل كورونا أيضا. المشكلة أيضا من ناحية اليوم حل البطالة عادة يكون واضح. وزارة العمل هدفها هو تنظيم سوق العمل بحيث يخلق فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تهيئ البيئة المناسبة لخلق فرص العمل. فهدف وزارة العمل ليس التوظيف ولكن البيئة المناسبة، تهيئة البيئة المناسبة. اليوم عدد كبير من الفرص اللي كانت موجودة لم يكن تهيئة، يعني توريد الشباب، يعني تدريب الشباب حسب متطلبات السوق، وبالتالي صار في هناك فجوة. اثنين، حتى نخلق فرص عمل نريد نمو اقتصادي عالي، واليوم النمو الاقتصادي حوالي 2.1. حتى نستطيع انه نقضي على نخفف من البطالة ونزيد من فرص العمل، نحن بالتأكيد بحاجة الى خلق فرص
ولكن معالي الوزير، يعني في بين عام 2000 و2008 شهدت معدلات نمو مرتفعة، كانت مرتفعة أكثر من الآن، ومع ذلك كنا نعاني من مشكلة البطالة، لأنه ما في موائمة ما بين العرض والطلب، وهذا اللي أنا حاولت أوضحه، أنه اليوم للأسف العرض ما هو مطلوب في سوق العمل لا يلائم لا يلاتبه ما هو مخرجات السوق لسوق العمل. فاليوم إذا أردنا أنه نحاول نوصل لموائمة ما بين العرض والطلب، يجب علينا أن نهيئ الشباب لما هو مطلوب في سوق العمل، وبالتالي من خلال هيئة المهارات التقنية والفنية وخلال مجارس المهارات القطاعية اللي إحنا اجتمعنا خلال هذا الشهر مع 110 من الصناعيين وأعضاء المجالس الاقتصادية ورؤساء المجالس القطاعية، استطعنا أن نحدد ما هو مطلوب في 10 قطاعات مختلفة في الأردن، والآن جاري العمل في نهاية هذا الشهر على الاجتماع لوضع خطة تنفيذية لمطالب القطاع الخاص في هذه 10 قطاعات، وبعد ذلك سيتم أيضا تحديد 10 قطاعات جديدة داخل هيئة تنمية المهارات، ليتم بعد ذلك العمل على تهيئة ما هو مطلوب في سوق العمل وترجمة هذا الشيء إلى برامج يتم تصميمها من قبل القطاع الخاص ويتم تنفيذها من قبل المؤسسات المهنية مثل مؤسسة التدريب المهني، اللي راح يكون كما طلب جلالة الملك أن يتم إدماج التكنولوجيا في التدريب المهني، وأن نبتعد عن التدريب التلقيني، وأن يكون هناك تدريب تفاعلي تشاركي بحيث يشمل أن يكون يلبي حاجات ما يحتاجه الشباب، وليس ما فقط يطلبه المدرب، ولكن إنما ما هو يحتاجه الشباب وما يحتاجه السوق سوق العمل. صحيح. طيب، يعني توفير بيئة استثمارية أيضا جاذبة للاستثمار، معالي الوزير، إلى أي مدى اليوم هي يعني ربما الحل الأمثل لمشكلة البطالة وخلق فرص عمل؟ يا ستي، تم تأسيس وزارة استثمار، واليوم تعليمات دولة الرئيس كانت واضحة بإنشاء مجلس استثماري لرعاية لتهيئة الظروف لجلب المزيد من الاستثمارات وأيضا تطوير الاستثمارات المحلية. اليوم استثمار عندنا استثمار خارجي واستثمار داخلي، وضع قانون جديد للاستثمار، كل الخطوات اللي تقوم بها الحكومة اليوم عمالها بتقوم بها لخلق وزيادة النمو الاقتصادي وأيضا زيادة البيئة الاستثمارية. اليوم الحكومة جادة جدا في هذا الموضوع، دولة الرئيس وضع خطط بناء على توجيهات جلالته، خطط واضحة للحكومة من حيث إزالة كل العقبات اللي ممكن أن تكون موجودة أمام أي مستثمر سواء محلي أو خارجي. واليوم بصراحة إحنا كفريق وزاري منسجم، عمالنا بنحاول دائما يكون في تنسيق دائما من خلال فرق التنسيق الموجودة مع الوزارات ومن خلال مجلس الوزراء، حتى يتم إزالة العقبات من جميع النواحي، سواء كانت وزارة العمل، وزارة الصناعة، أو وزارة الاستثمار، الأشغال العامة، يعني كل الوزارات اليوم عمالنا بنشتغل بحيث إنه نزيد بالنمو الاقتصادي، نقلل من العقبات اللي موجودة أمام المستثمرين، زيادة فرص العمل، تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نزيد من تنافسيتها وبالتالي تستطيع أن تخلق فرص عمل جديدة. فكل الأطر والأنظمة المشرعة لخلق فرص عمل موجودة اليوم بصراحة عم تقوم فيها الحكومة بشكل دوري، وبشكل يعني في كل جلسة لمجلس الوزراء بيكون الهدف كيف نطور من منظومة التعاون والتفاعل والمنظومة الاقتصادية حتى نزيد من النمو الاقتصادي. وأيضا بالإضافة إلى ذلك، تعليمات دولة الرئيس التي استنبطت من توجيهات جلالة الملك بالوجود دائما في الشارع، أؤكد لك أننا دائما معظم الفريق الوزاري دائما عندنا على الأقل يوم أو يومين بالأسبوع للفريق اللي بنزلوا فيه، بننزل فيه كلياتنا على كلهم منفردا يعني على محافظاتنا على السوق، نسمع من الشباب من الناس على أي مطالب ممكن أن تطور في سواء كانت بيئة استثمارية أو
في الوظائف أو في الفرص اللي موجودة. لا ستي ما تنسي اليوم إنه إحنا لا نزال في جائحة كورونا، لا تزال التحديات موجودة. فإحنا بغض النظر عن معالي الوزير، يعني في هذه النقطة أظن للمقاطعة، يعني هل الاستراتيجية التي يعني تم شرحها اليوم أمام جلالة الملك أخذت بعين الاعتبار المعطيات الجديدة التي جاء بها الوباء اليوم؟ يعني اقتصادات عالمية تأثرت اليوم بجائحة الكورونا، فما بالك الأردن؟ وبالتالي كيف سنأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات السريعة التي طرأت على العالم حتى في البنية الاقتصادية للعالم؟ نعم يا ستي، اليوم احنا تم عرض خطة عمل وليس استراتيجية. الاستراتيجية الآن تقوم وزارة العمل والتدريب المهني بوضع استراتيجية جديدة، ليس جريدة، هي تطوير على الاستراتيجية الموجودة. احنا لا نحاول نخترع شيء جديد، بالعكس نحاول نطور، لأنه اليوم بعد كورونا أيضا صار في مستقبل جديد للعمل. صحيح. فاليوم كانت توجيهات سيدنا أنه يجب علينا أن نطور بمنظومة التدريب المهني والتقني حتى تلائم العمل الجديد المتوقع والأعمال الجديدة التي بزغت بعد التحديات اللي واجهت العالم كله من ظل جائحة كورونا. اليوم في فرص عمل جديدة لم تكن موجودة قبل سنة، مش قبل خمس سنوات. فنعم نحن نأخذ بعين الاعتبار كل هذا الحكي، لأنه وهذا كان شيء رئيسي. ولهذا اليوم التدريب المهني سيعتمد استراتيجية جديدة من حيث إدماج التكنولوجيا والبحث عن فرص عمل وطرق عمل جديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب في قطاعات لم تكن موجودة أو في قطاعات تم التطوير عليها. نعم، شكرا لك من عمان وزير العمل نايف ستيتية على كل هذه المعلومات.